يقول حفظكم الله: كيف نجمع بين قول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الدرر السنية حين قال: نحن لا نكفر من عبد الصنم الذي على عبد القادر والبدوي لعدم وجود من ينبههم، وبين القول أنه لا يعذر بالجهل في أمور الترك الظاهرة مثل الذبح لغير الله والنذر لغيره؟ لعدم من ينبههم، شف، لعدم من ينبههم، هذا ما يقول لا نكفرهم مطلقا، بل يقول لعدم من ينبههم، ما جاهم من يدعوهم إلى الله، من يبين لهم ولا يقيم عليهم الحجة. نعم، لكن هذا الآن حصل البيان ولله الحمد في المشارق والمغارب بواسطة الإذاعات والمحطات، كلام أهل العلم ينشر الآن وينقل، ودروسهم تنقل الآن للمشارق والمغارب. هذا من حكمة الله لتبليغ هذا الدين، لئلا يقولوا يوم القيامة ما بلغنا شيء. فالحجة قائمة الآن، ولا أحد يعذر للجهل في هذا الزمان، إلا الذي ليس عنده اتصالات ولا مواصلات وهو منقطع عن العالم، هذا هو الذي يقال فيه حتى تقام عليه الحج. أما اللي يعيش مع العالم فما فيه أحد الآن ما بلغته الدعوة. كان في الأول الدعوة بلغت الجهاد في سبيل الله، وانتشرت في المشرق والمغرب بواسطة الجهاد والفتوحات، فلما تعطل الجهاد يسر الله وسائل الإعلام لأجل أن تقوم الحجة على الناس. نعم.